التوفيق والسداد والنجاح. التحية مجددة والانطلاقات هنا متواصلة في هذا الميدان تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم في انطلاق سباقات الهجن العربية الأصيلة هنا في هذا الميدان الذي يحتضن منافسات هذه الرياضة العربية الأصيلة على مدار هذا الموسم المخصص لهذه السباقات وهذه التحديات. بسم الله وعلى بركة الله تم الإعلان عن انطلاق أول أشواطنا في هذا المساء وهو شوط خاص بالإبكار المحليات الأصائل الذي انطلق في هذه الأمسية هنا في ختام هذا التميز الخاص بسن الصغار. هذه الفكرة التي تتواجد فقط هنا في تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم لتقدم المتميزين من خلال التأهيل في الأشواط التي دارت على أسابيعنا المتواصلة في هذا الموسم الرياضي الكبير. على بركة الله كانت الانطلاقة مع هذه اللحظات الأولى التي استبشرنا أيضا بالحضور والتشريف والمتابعة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله الذي يتابع هذه الانطلاقة ويتابع هذه التحديات ويتابع هذا المسار المتميز لهذه الانطلاقات والاندفاعات. كذلك الترحيب بسمو شيخ المر بن مكتوم المكتوم المتابع الدائم لانطلاقات رياضتنا العربية الأصيلة وترحيبنا أيضا بسمو شيخ سعيد بن مكتوم بالجمعة المكتوم المتابع لانطلاقات هذا المساء. على بركة الله بدانا وستة كيلومترات هي الحاضرة في المنافسات والتحديات في هذه اللحظة التي نبدأ مشاهدينا متابعينا الكرام من أول التحديات والمركز الأول. نذهب إلى العزرة صاحبة الصدارة لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير بينما المركز الثاني بصغان. في المركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع عبد الله بن سالم المسافري انتقل إلى هيلمان. على المركز الثالث سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد. والمركز العاشر هي شاهينية سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع خليل بن سالم بالصقعة. هنا إذا الأسماء التي تحمل هذه البداية وتحمل هذه الانطلاقة. الله 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 الله. إذن هنا في الانطلاقات والتواصل والاندفاع الذي يبدأ في هذه اللحظة بدأنا بالتواجد في انطلاقة هذه الانطلاقات. الله 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 الله. هيلمان هي الهيلمان هي الصدارة والبرهان على المركز الأول وانطلاقة هذا الشوط مع العاصفة التي تقدم هيلمان هنا في هذا المسار مع سن جديد بعد أن قدمتها أيضا في مسار الأصغر والسن الأصغر هناك بكأس أيضا المحليات حيث كانت تحمل هذه الإثارة وتنطلق هنا مع سن جديد يحمل جديد الإثارة والانطلاقات. يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الثاني يا سلام. هناك العزرة في المركز الثاني مرافق الهيلمان ومن لا يعشق البقاء في الهيلمان وحب الهيلمان. يا سلام هي العزرة على المركز الثاني يظل يهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير. والمركز الثالث الله الله الثالث هي من وصلت أيضا اليذابة اليذابة في المركز الثالث التي تعلن تواجدها في القمة وفي قطاع التحديات. أذن سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم مع حمد بن علي آل عويسي. وشوفوا كما ذكرنا هيهات بانت في آخر الكيلومترات هيهات ظهرت في هذا الانطلاق في هذا التواصل تحمل هذه البداية. يا سلام يا سلام. ثلاثية العاصفة هي القائدة للاندفاع الأول. أعود المركز الخامس واستكمل أيضا وجود مزعلي سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد. وهنا شروط لهجن الرئاسة مع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. والمركز السابع من حاف هناك سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم مع حمد بن علي العويسي. الكيلومتر الأخير هيلمان هي الهيلمان. الله الله الله. تعرف الانتصارات تعرفها أيضا في أشواط الرموز والتحديات ولكن في هذه
الأشواط هي ما شاء الله كالسلسبيل تنطلق إلى القمة والبداية، والمركز الأول حاملة هذه اللحظات الأولى هي هيلمان على المقدمة والصدارة، وهنا وصلت هيهات على المركز الثاني مشكلة خطورة في ثاني المراكز أيضا لهجن العاصفة، وحمد بن راشد بن غدير يدفع بهيهات لتقابل هيلمان، تنافس هيلمان، تنطلق هيهات أن تبقى على المؤخرة دائما، هي الصدارة وعشقها لهذا الشعار الذي تتناوب عليه هذه الهجن الحاملة لهذا الشعار. ما شاء الله المركز الثالث العزرة في المركز الثالث أيضا لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير. الله بدأنا هنا في هذه اللحظة وكما ذكرنا هيهات هيلمان، هيهات هيلمان، المركزين الأول والثاني هيهات ولا هيلمان، من ينتصر، من يفوز، من يتحمل خط النهاية؟ هيهات فاتك الفوت يا هيهات، روح روح الواثق، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. سلالة أيضا متميزة، سلالة حشيب تهانينا، والناموس لهجن العاصفة ومالكة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز هيهات في المركز الأول، هيلمان في المركز الثاني، والعزرة في المركز الثالث. المركز الرابع هناك اليذابة لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم المكتومة، هناك من حاف أيضا في المركز الخامس أو مزعلة اسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم. هذه المراكز الأولى التي بدأناها بهذا الانطلاق والتحدي والإثارة. الله الله الله، انطلق مع المراكز الأولى وأتابع لحظات إذا نعود مع التوقيت الزمني 9:26 ستة من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي صاحب انطلاقة هيهات تهانينا للعاصفة وهجنها، وأيضا هنا المركز الثاني كانت هيلمان 9:27:8 من الأجزاء من الثانية، والمركز الثالث أيضا أردفتها هناك العزرة لهجن العاصفة في انطلاقة المركز الثالث والتي تصل إذا بتوقيت زمني 9:29:4 من الأجزاء من الثانية كما أتابع هذه اللحظة وهذا الاندفاع. يا سلام، هذه المراكز الثلاثة الأولى، بدأنا مع اللحظات التي تحمل أشواطنا المتوالية، أشواطنا المتتالية، أشواطنا التي تتواصل شوطا بعد شوط إذا في مسار